بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور مصطفى سلامة، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم في الأطفال، كلية الطب بجامعة اسكندرية. أعزائي الكرام، إحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة بعيدة خالص عن الكوفيد 19. إحنا هنتكلم على أنيميا نقص الحديد. أنيميا نقص الحديد من الأمراض اللي هي موجودة بنسبة ما تقلش عن 40% يمكن من الأطفال في مصر. ليه بقى بيحصل نقص حديد؟ دي قصة هنتكلم عليها دلوقتي، وهنركز على ليه بتحصل وازاي ان احنا نمنع نقص الحديد ان هو يحصل. الطفل لما بيتولد بيبقى عنده مخزون من الحديد في حوالي 6 شهور. ده للطفل اللي هو مولود مش مبتسر، ما مولود طبيعي بوزنه طبيعي. مع الرضاعة الطبيعية عند 6 شهور بنبتدي ان احنا لازم ندخل اكل في حديد عشان نمنع انه يحصل نقص في الحديد في الفترة اللي بعد كده. لو الطفل بياخد ألبان اللي هي محورة أو الألبان اللي هي العلب اللي موجودة، فيفضل دايما الألبان اللي هي فيها نسب حديد بنسبة قريبة من لبن الأم، ودي عملية يعني إلى حد كبير يعني مش هقول مكلفة، لكن هو لازم إن هو ياخدها. طيب ليه نقص الحديد إحنا بنتك عليه؟ لأن هو ممكن يؤثر تأثير سلبي على الطفل ومستوى ذكائه، ويفضل معاه الدمج اللي هيحصل او اللي هيفقده بنسبة الذكاء او الكوجنيتيف فانكشن او التبعية بتاع الطفل، ممكن هو يستمر معاه لفترة اللي هي بتاعت الطفولة وليتر اون. فاحنا بنركز انه بعد 6 شهور ما يحصلش نقص في الحديد، لان العمر اللي بيحصل فيه انيميا نقص الحديد اللي هي تقريبا من سنه الى 6 سنوات. الفتره اللي هي من 6 شهور الى سنه لازم التغذيه بتاعت الطفل تبدا بطعام يحتوي الى الحديد. بنبتدي دايما بالخضار، وده يبدا بسن 6 شهور. ممكن ابتدي بدري شويه لو ما بياخدش رضاعه طبيعيه، لكن مش قبل كده. يعني كان زمان 3 شهور 4 شهور، لا احنا نقول عند اتمام 5 شهور. فاذا كانش في رضاعه طبيعيه، لو في رضاعه طبيعيه يعني بقى عند اتمام 6 شهور. الخضروات لما نبتديها في الاول افضل كتير قوي من ان انا ابتدي بالتفاح او المغذيات الموجوده اللي تحتوي على القمح وخلافه، كلكم عارفين اساميها مش هتكلم عن الاسم، لأن الحاجات اللي فيها قمح يفضل عند انتهاء الشهر السادس وبداية الشهر السابع عشان أتجنب حساسية القمح. يبقى الفترة اللي هي من 6 شهور إلى سنة بتدي بالخضار. بالنسبة للبروتينات الحيوانية اللي هي إذا كان صفار بيض أو فراخ، يبقى بتبتدي في بداية الشهر السابع أو نهايته، ممكن حسب يعني تخبر الطفل لهذا الموضوع. طب هل احنا بنحتاج مستحضرات حديد؟ ممكن لو عند اتمام الشهر الرابع ممكن ابتدي ادوية تحتوي على الحديد بكمية صغيرة لحد ما نوصل 6 شهور، لكن احنا ما بنعتمدش على الدواء، نعتمد احسن على الاكل اللي يحتوي على الحديد احسن من الدواء. لان لو اديت الدواء هيتحسن شوية، هوقف الدواء هيرجع الطفل تعبان تاني. يبقى انا لازم اكل الطفل صح، وبالتالي هو يستمر وما يحتاجش أدوية فيها حديد.